الثلاثاء 13 من ديسمبر، عدد جديد من اقتصاد بلاس، أهلا بكم. وتتابعون معنا اليوم: مضاعفة المنحة الجماعية للعام المقبل، أوبيك تسقط الديون المتراكمة على ليبيا والبالغة 20 مليون دينار، وارتفاع نسبة التضخم والرقم القياسي العام لأسعار المستهلك. كل هذا وغيره في حلقتنا لليوم من اقتصاد بلاس. البداية كالعادة مع أولى فقراتنا، صدى الأخبار. في صدى الأخبار يلتحق بنا زميل علي المحمودي. علي، مساء النور. أهلا بك وفاء. أهلا بك علي، إذا ننطلق معك في أولى أخبارنا، حيث نشرت إدارة البحوث والأحصاء بمصرف ليبيا المركزي اليوم نشرت تقرير عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك والتضخم لشهر نوفمبر. لو تقدم لنا بعض الأرقام. فهذا ما تحصلت عليه صحيفة الصدى الاقتصادية حصريا، حيث سجلت 291.4 نقطة بزيادة قدرها 8.1 على أساس سنوي، مقابل 283.3 نقطة خلال نفس الشهر من العام السابق، ليسجل معدل التضخم نسبة 2.9%. أما على أساس الشهري فقد سجلت وفاء معدلة التضخم خلال شهر نوفمبر ارتفاعا قدره 0.3% على الشهر السابق لسنة 2022، حيث ارتفع معدلة التضخم وفاء خلال العام، خلال هذا العام وخلال شهر فبراير بالتحديد، بمعدلات 2.9 مقارنة بما كان عليها في شهر نوفمبر من العام الماضي، حيث سجلت معدلات التضخم ارتفاعا في كل مجموعات السلع. كان أبرز هذه الارتفاعات وفاء ارتفاع في أسعار مجموعات السكن والمياه والغاز وأنواع الوقود بنسبة 5.5%. واضح علي، إذا موضوع نناقش تفاصيله خلال فقرتنا الموالية مشاهدينا الكرام. ونمر إلى موضوعنا الموالي. هناك شكاوي بعض التجار بمنطقة الكريمية بخصوص الإتاوات التي تفرضها البلديات على أصحاب المحلات التجارية. ما تعليق بلدية السواني حيال هذا علي؟ وفاء، تحصلت في السابق صحيفة صدى الاقتصادية على تصريحات من تجار بمنطقة الكريمية على فرض بلدية جنزور إتاوات على هذه المحال التجارية، على كل باب تفرض قيمة مخصصة. تواصلت صحيفة الصدى مع عاشور الكماشي الخاص بالناطق الخاص ببلدية أسواني، حيث وضح أن هذه الشكاوي بعض التجار كانت هي هذه الأتوات فرضت على أصحاب المحال، هي رسوم جبائية وليس أتوات تشمل النظافة واستخراج التراخيص، وهي مفروضة من وزارة الحكم المحلي، وتركت وزارة الحكم المحلي للبلديات تحديد قيمة الرسوم الجبائية التي تختلف باختلاف النشاط التجاري حسب الموضع. وأضاف أن أيضا أن بلدية أسواني قامت بتخفيض هذه الرسوم الجبائية إلى 50%. واضح. نمر لتصريح مدير إدارة تقنية المعلومات بمصرف الوحدة ناجي مختار، الذي تحدث عن إدخال المرتبات آليا للجهات والقطاعات العاملة. نعم وفاء، هذا ما صرح لنا بالتحديد ناجي مختار، ولتفاصيل أكثر دعينا نشاهد التصريح المصور لناجي مختار. تهز هذه الفرصة للحديث عن آلية عمل لجنة إدخال المرتبات آليا والخدمات المميزة التي يقدمها المصرف الوحدة ودور إدارة اللجنة، التي تسعى دائما لاستقطاب الجهات العامة لتوضيح آلية عمل على ترحيل المرتبات آليا بمركز مستقل سنترالايز، ذلك لتقليص المشاكل من تأخير المرتبات والمشاكل الخاصة المتعلقة بالأمور اللوجستية وغيرها من العوائق. كما تواصلت اللجنة مع عدة جهات عامة على سبيل الذكر مراقبة الخدمات المالية طرابلس، صندوق الضمان الاجتماعي، الشركة العامة للكهرباء، وزارة الداخلية، ذلك لتوضيح عمل هذه الخدمات وما فيها من المزايا التي تكمن الهدف الأول في تسريع عملية تسهيل المرتبات داخل حسابات الزبائن عن طريق المنظومة الإلكترونية الحديثة الموحدة على جميع الفروع بمصرف الواحد من مكان واحد. الحد والتقليص من عدد الصكوك التي ترد من الجهات العامة إلى الفروع، والتي تجعل العملية أكثر حرصاً وأقل خطراً من تضخم الصكوك من الجهات ذات العلاقة، أي يختصر الأمر في صف واحد. العمل يتم بعد تزويدنا بالبيانات الحسابات التي يتم معاينتها والتأكد من صحتها، بالإضافة إلى استخراج الحسابات الجديدة. كذلك جاري العمل في زيارات واجتماعات مع جهات أخرى لتوضيح العمل مراد هدفه ومن مزايا هذه الخدمة المركزية. ونختم مع محمد الأسود، وهو نائب رئيس البرامج بمؤسسة خبراء فرنسا، الذي تحدث على هامش معرض مشروع رقمي.
نعم وفاء، هذا ما تحدث لنا الأسود داخل صحيفة الصدى، أنه هذا مشروع يقوم على تطوير المؤسسات الحكومية للتحول الرقمي. دعينا وفاء نشاهد هذا التصريح. يأتي هذا اليوم في إطار البرنامج الأوروبي لدعم القطاع الخاص في ليبيا، وكذلك تنمية قدرات القطاع العام في مجال الخدمات الرقمية ونشر المعرفة الرقمية. مشروع رقمي هو مشروع ممول من الحكومة الفرنسية، ويهدف إلى نشر ثقافة البرمجة والرقمنة لتيسير التوظيف للشباب من جانب، من جانب آخر تأهيل القطاع العام الحكومي لتقديم خدمات رقمية للمواطنين. هذا المشروع يتضمن إنشاء 5 أكاديميات رقمية، واحدة في وزارة الحكم المحلي، مركز تدريب لوزارة الحكم المحلي، وفي مدينة جنزور، وكذلك طرابلس المركز، وبنغازي، وسبها، ومصراتة، وتنفيذ عدد من الهاكاثونات الرقمية والمسابقات. هذا اليوم هو برنامج تشبيك ما بين المبرمجين الصغار والشركات المستخدمة للتطبيقات الرقمية، وجزء منها ومن خريجين حاضنة أعمال ستريم. هذا اليوم تشارك 10 شركات رقمية في مختلف المجالات الطبية والهندسية والغذائية وفي مجال الإعلام والمعلوماتية والتوظيف. إذن كانت هذه هي جولتنا الإخبارية في صحيفة صدى الاقتصادية. نمر إلى فقرتنا الموالية، الأخبار. آخر الأخبار الاقتصادية ونستهلها بالعناوين: ارتفاع نسبة التضخم والرقم القياسي العام لأسعار المستهلك، إلغاء رسوم تجديد القيد ومضاعفة المنحة الجامعية للعام المقبل، وأوبيك تسقط الديون المتراكمة على ليبيا والبالغة 20 مليون دينار. كانت هذه العناوين، وإليكم التفاصيل. ننطلق بالحديث عن تقرير إدارة البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي، حيث تشير البيانات الصادرة عن مصلحة الإحصاء والتعداد إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك قد ارتفع خلال شهر نوفمبر 2022 ليسجل 291.4 نقطة، بزيادة قدرها 8.1 نقطة على أساس سنوي، ليسجل معدل التضخم نسبة 2.9%. أما على أساس شهري فقد سجل معدل التضخم خلال شهر نوفمبر ارتفاعا قدره 0.3% عن شهر أكتوبر 2022، حيث ارتفع معدل التضخم العام خلال شهر نوفمبر بمعدل 2.9% مقارنة بما كان عليه في شهر نوفمبر من العام الماضي. معدل التضخم سجل ارتفاعا في كل المجموعات السلعية أيضا. ولمناقشة تفاصيل هذا الموضوع يلتحق بنا مباشرة عبر الهاتف ضيف الحصة الأستاذ وحيد الجبوة، المحلل الاقتصادي. أستاذ وحيد، مساء النور ومرحبا بك. مرحبا بك، أهلا وسهلا. أهلا بك. إذا عودة على هذه الأرقام التي نشرها أو تقرير إدارة البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي، دعنا ننطلق من موضوع ارتفاع التضخم. ما هو تفسيرك لارتفاع التضخم وهذه الأرقام التي سردناها منذ قليل؟ الحقيقة يعني هذا الموضوع ليس بجديد، يعني تو أكثر من 15 أو 10 سنوات لنقل أن هي الارتفاع في الأسعار مستمر بشكل كبير، والارتفاع في الأسعار تؤثر فيه مجموعة من العوامل، منها عوامل اقتصادية، منها عوامل سياسية، منها عوامل أمنية. يعني الحقيقة طبعا ليبيا تعرضت إلى أحداث كثيرة في المدة الماضية من انقسامات ومن قتال بين الأشقاء، ومن انقسام بين المؤسسات الاقتصادية والمؤسسات السياسية، فهذا كله طبعا أعطى يعني ردود فعل سلبية على موضوع الأسعار، وخاصة فيما يتعلق بقوة الدولة في فرض القانون. الحقيقة يعني هناك تجاوزات قام بها بعض ضعاف النفوس أو بعض ما يسمون أنفسهم تجار، بأنهم استغلوا هذه الفرص وزادوا الأسعار حتى بدون سبب، ولكن هناك طبعا مجموعة من الأسباب ساهمت فيها الدولة، منها يعني تغيير سعر الصرف، ويعني من دينار و30 إلى 5 دينار. هذا الأمر طبعا زاد في الأسعار بنسبة 300%،
كذلك فيما يتعلق بشح بعض البضائع، كذلك أزمة كورونا حتى هي أثرت في ليبيا وزادت من الأسعار، كذلك يعني بعض الاختناقات التي تحدث بين الحين والآخر في بعض المصارف وتوقفها عن فتح الاعتمادات المستندية، الأمر الذي يؤدي إلى أن التجار أو أصحاب التوكيلات التجارية الذين يقومون بتوريد السلع الغذائية طبعا يلجؤون إلى السوق السوداء للحصول على العملة الصعبة، فطبعا هذه السوق السوداء والعملة الصعبة هذه عرض وطلب، فطبعا ترتفع الأسعار. كذلك فيما يتعلق بجشع بعض التجار، يعني مجموعة من الأمور المختلطة التي ساهم فيها الدولة وساهم فيها التاجر وحتى المواطن، يعني حتى هو يعني في عملية الاستهلاك، يعني نعلم جيدا أن ما عندناش نظام المقاطعة، يعني لم أسمع يوما في السوق الليبي أن عدد من المستهلكين قد قرروا مقاطعة السلعة فلان أو السلعة علان باعتبار طيب يعني كذلك لا يوجد لدينا قانون لحماية المستهلك، يعني الأمور مختلطة وفي نوع من الفوضى التجارية وفوضى في البيع والشراء كما هو حادث، طبعا أثرت أعطت بظلالها ورسمت صورة قاتمة للوضع الاقتصادي الليبي، فهذا طبعا أدى يعني انعكس على السوق التجاري الليبي، الأمر الذي أدى إلى زيادة الأسعار لأسباب مختلفة ذكرت، ممكن ذكرت جزء منها وجزء منها لم أذكره لم يحضرني يعني. نعم نعم أستاذ وحيد، لو نتحدث الآن عن آليات إيقاف ارتفاع التضخم. الحقيقة هذا الموضوع أيضا مربوط بمجموعة عوامل، وطبعا على رأسها الاستقرار السياسي وانتهاء الانقسام السياسي وعودة الدولة موحدة وعودة المؤسسات الاقتصادية مثل مصرف الليبي المركزي، يعتبر هذا أهم مؤسسة اقتصادية ليتمكن من وضع حد لهذا. طبعا جميع المصارف المركزية في العالم هي من ضمن اختصاصاتها عادة من غير السياسة النقدية هو محاولة يعني محاربة ارتفاع الأسعار ومكافحة التضخم، ولكن هناك طبعا أسباب أدت إلى شلل هذه الجهات أنها هي غير قادرة على مواجهة هذا الارتفاع، باعتبار أن هناك انفلات، يعني الحقيقة أن حتى الدولة والأجهزة الرقابية غير قادرة أن هي تتسلط على جميع المراكز والمحلات التجارية، هناك أيضا محلات تعمل بدون رخص، هناك محلات لا تلتزم بالشروط الصحية، هناك محلات لا تلتزم بأسعار السوق، فلا نستطيع يعني وتحاول يعني في عملية جشع واضحة وخاصة بمناسبة شهر رمضان عندما يعني يسمعوا بأن المرتبات طبعا هذا الخروج إلى الأمام اللي هو زيادة المرتبات لن يكون هناك حل، يعني زي ما يقولوا بالمثل الشعبي زيد الدقيق زيد المية، يعني زيد المرتبات واضح أستاذ إلى ارتفاع الأسعار. نعم واضح، شكرا لك الأستاذ وحيد الجبوة المحلل الاقتصادي. نواصل الحديث حول التضخم، حيث شهدت ليبيا منذ فترة تباينا في أرقام معدلات التضخم انعكاساتها على الاقتصاد ما تزال جارية، التقرير التالي يوضح التفاصيل. بعد بلوغه 5.7% خلال السنة الحالية، ما زال هاجس ارتفاع نسبة التضخم من عدمه وانعكاسه على الأوضاع الاقتصادية للتجار والمواطنين أمراً يؤرق حياتهم. ارتفاع بأكثر من 5 مرات خلال 2022 مقارنة بما سجل قبل جائحة كورونا، والبنك الدولي في تقرير الآفاق الاقتصادية مثلاً أوضح أن معدل تضخم سلة الحد الأدنى للإنفاق ارتفعت بنسبة 32.2% مما كان عليه في شهر مايو من عام 2021، أمر كان بارزاً في الأسواق الليبية وانعكس على المقدرة الشرائية للمواطنين. ورغم ما طرح من تراجع هذه المعدلات إلى 5.5% في الربع الثاني من العام الحالي، إلا أن خبراء الاقتصاد شككوا في هذا التراجع. مصلحة الإحصاء والتعداد وفي آخر تقرير عن التضخم لشهر أكتوبر ذكرت أن التضخم في أسعار المستهلك وصل ارتفاعه إلى 0.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، احتلت فيها مجموعة الغذاء والمشروبات نصيب الأسد وهي تمثل 38.8% من وزن الرقم القياسي العام، أمر يؤكده تجار الجملة. تليها مجموعة السكن والماء والكهرباء التي تشكل 22.7% من وزن الرقم القياسي العام. خبراء الاقتصاد اعتبروا أنه يتم التوجه نحو السلع الأساسية فقط وتجاهل الكماليات من طرف المواطنين نظراً لارتفاع الأسعار،
وأكدوا على أهمية مراجعة الأرقام التي تثبت عكس ذلك مقارنة بما يشهده السوق. أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة خلال مشاركته أمس في احتفالية تسليم بطاقات المنحة الجامعية للطلاب، أعلن عن قرار مضاعفة المنحة الجامعية للعام الجامعي المقبل وإلغاء جميع الرسوم المستحقة مقابل تجديد القيد واستخراج إفادات التخرج. فلنتابع. لقد عزمت حكومة الوحدة الوطنية على منع عودة الحروب ومع عودة الحياة، وبذلك بذلنا كل الجهود والإجراءات من أجل أن يستمر قطاع التعليم العالي واحداً موحداً. فرغم المشاكل الكبيرة في قطاعي التعليم العام والعالي والتقني، لكننا أبداً ولله الحمد لم نستسلم، بل صممنا على وضع الحلول الناجعة لتنفيذها. كما لم نقلل من حجم معاناة أبنائنا الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجهاز التعليمي والإداري بمؤسسة التعليم كافة، وخصوصاً العالي منها. وعدنا بصرف المنحة الجامعية، وها نحن وبالله الحمد ننجز وعدنا بعد سنوات من توقفها. رغم أن القيمة المالية للمنحة ليست كافية وليست كبيرة، وبإذن الله ستكون متضاعفة في العام القادم إن شاء الله. في ملف آخر، قررت منظمة أوبك خلال الاجتماع 9 بعد 100 لمجلس وزراء المنظمة، قررت إسقاط الديون المتراكمة على ليبيا والتي بلغت 20 مليون دينار. وبيّن المكتب الإعلامي لوزارة النفط والغاز أن المشاركين في اجتماع منظمة أوبك في الكويت اعتمدوا ميزانية المنظمة للسنة القادمة والعمل على إعادة دراسة ميثاق المنظمة والعمل على الارتقاء بها إلى منظمة تتعامل مع كل الطاقات بما فيها الطاقات المتجددة. وكذلك تم اتخاذ قرار بإسقاط الديون المتراكمة على دولة ليبيا، وذلك بعد أن شرح الوفد الليبي الوضع الذي أدى إلى طلب إدراج هذا الموضوع في جدول الأعمال. في موضوع آخر، بلغت الديون الليبية مستويات عالية وسط تزايد المخاوف من قفزات جديدة خلال الفترة المقبلة بسبب زيادة الإنفاق الحكومي واستمرار الانقسامات السياسية والمالية التي تكبد البلاد خسائر باهظة. وقال محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مطلع الشهر الجاري أن الدين العام المحلي بلغ 155 مليار دينار، أي ما يعادل 34.5 مليار دولار. وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة قال في شهر أكتوبر من العام الماضي أن ديون البلاد تجاوزت 100 مليار دينار، نحو 22 مليار دولار. ويشترط أن تكون نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من 60%، في حين أن ارتفاع الدين العام أكبر من هذه النسبة، وهو ما يعود بسلب على فعالية السياسة النقدية، إذ ينطوي على مخاطر تتطلب إجراء إصلاحات مالية عاجلة. ونذكر أن ديوان المحاسبة أكد عبر تقريره السنوي 2021 أن الدين العام لحكومات غرب البلاد بلغ 84 مليار دينار، وبالنسبة للحكومات الموازية شرق البلاد بلغ 69 مليار دينار. ويعاني الاقتصاد الليبي منذ سنوات طويلة من أزمات خانقة، إذ تفوق معدلات البطالة 18% ومعدل التضخم 5.2% بحسب آخر البيانات الرسمية. كما تواجه البلاد مشاكل مالية عاصفة أثرت على القطاع المصرفي، إذ حذرت هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا في تقرير سابق من تآكل أرصدة 3 مصارف حكومية متخصصة، وهي كل من مصرف الإدخار والاستثمار العقاري، مصرف التنمية، والمصرف الزراعي. وذلك طبعا لتراكم الخسائر المالية السابقة من دون انتهاج سياسات فاعلة لتقليل الخسائر وترشيد الإنفاق. ويعتمد الاقتصاد الليبي على القطاع النفطي اعتمادا كليا في تسيير النشاط الاقتصادي، إذ يشكل حوالي 68% من هيكل الانتاج المحلي الإجمالي.
وتساهم صادراته بما لا يقل عن 96% من إجمالي الصادرات الكلية للبلاد، كما أن إيراداته تساهم بتمويل ما يقارب 90% من إجمالي الإيرادات العامة. وأعلن مصرف ليبيا المركزي أن الإيرادات النفطية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام وصلت إلى 18.5 مليار دولار، مع تحقيق فائض مالي بقيمة بلغت 4.5 مليارات دولار بين المصروفات والإيرادات، وفائض بميزانية المدفوعات أيضا ب 600 مليون دولار. وتبقى تحذيرات محللي الاقتصاد والمال من تفاقم الدين العام جدية، مطالبين بضرورة وضع آلية لسداده تجنبا لعواقبه على السلامة المالية العامة في المدى القصير. فاصل قصير ونعود. مساء الخير، مرحبا بكم جميعا. نواصل اقتصاد بلاس ونمر إلى فقرتنا الموالية الأسعار. آخر الأسعار المتداولة لليوم نتابعها في هذا التقرير. آخر فقراتنا أسواق بلاس، حيث نأخذكم اليوم لجولة في محل بيع الأبواب الجاهزة. الأبواب الداخلية، الصنف الباب الداخلي كود 445، مواصفات الباب من داخل خشب طبيعي بالكامل، 8 ملي ام دي اف، تخشيشه الماكينه بتاعت البروز الباب، قشرة بي في سي بالكامل، قفص والشمبريلي يو بي في سي بالكامل ضد الميه ضد الرطوبه بخار الماء، وفي طبعا المقبض فاخر درجه اولى اوروبي، مقبض شفط، نظام كيف السيستم الايطالي، عرفت ديزاين الايطالي، قفل والمفتاح كالي درجة أولى. سعر الباب طبعا هيك المتر في المترين و12 ارتفاع، سعره 1350 اللي فيه فتحة مرش 1400، وفي منه متر 25 يكون سعره 1700. موديل الباب فاصل، العرض متاعه متر 80 ارتفاع مترين و14، يجيب الكيفية هذه، تصميم نظام ما يخدش في مساحة، يطبق تطبيق يعني نقولوا له باب مطوي نحن عرفته. سعره طبعا بالتركيب 2350 بالاكسسوار نتاعه بالكامل. معنا الباب الخارجي تو طبعا باب تصفيحه ممتاز من ناحيه العوامل الخارجيه، ملائم للعوامل الخارجيه. المقاس تو اللي في العرض ذكي متر 60 ارتفاع مترين 20، يبي مقاس متر 70 للتركيب ومترين 25. الباب مواصفات الداخلية من داخل 1.5 لميرة ملي مشبق بالحديد، والحريق مدة 120 دقيقة. الطبقة الأخيرة الخارجية مادة لامينوكس عازلة للعوامل الخارجية، القفل والمفتاح كالي درجة أولى مشفر، زودنا له العتبة لتحت لتحميم من المية أو حاجة عرفتوا، العتبة الأخيرة هذه اللي هي شنو كيف تحميم الأتربة والريح عرفتوا، القفص والشمبريل طبعا 2 مرات. السعر متاع المتر 2350، المتر 20 2850، المتر 40 3150،
والمترو 60 3850. تو معانا الصنف الدي، الصنف الدي هذا اقل تصفيح، هو مصفح لكن اقل تصفيح، من داخل الاميره ملي 1 ملي، مشبك بالحديد في صخر الصوف عازل الحراره، قفص والشمبريلي الاميره 1 ملي، زواق سيارات، قفل والمفتاح كالي، ماده اللامينوكس عليه من خارج، نفس المواصفات الباب الاول لكن اقل تصفيح. سعر اقتصادي يعني كويس، سعر المتر 1700، المترو 20 1900، والمترو 40 2300. بهذه الجولة نكون قد وصلنا لنهاية موعدنا لليوم من اقتصاد بلاس. شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام، في أمان الله.